قناة اليوم نحييكم وإلى حلقة جديدة من برنامج ملفات الشرق. مؤخرا أصبح رئيس النظام التركي رجب أردوغان لا يدخر جهدا في التأكيد على دعم بلاده لإثيوبيا، فهناك اتفاقات في مجالي الدفاع والمياه وقعها الطرفان، هذا إلى جانب الاستثمارات التركية الكبرى في إثيوبيا والتقارير المشيرة إلى إرسال النظام التركي طائرات من دون طيار إلى أديس أبابا التي تشهد توترات مع جبهة تحرير تجري المعارضة منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وخلافات حدودية مع السودان، هذا بخلاف الأزمة التي خلقتها إثيوبيا باستمرارها في مشروع سد النهضة مع مصر والسودان والذي سيضر بمصالح مصر والسودان المائية. كل هذا وبوادر تهدئة تلوح في الأفق يسعى إليها النظام التركي باتجاه مصر، وهذا يضعنا أمام تساؤل رئيس: ماذا وراء ذلك؟ مشاهدينا نناقش هذا الموضوع في حلقة الليلة، لكن بعد هذا. أثار توقيع اتفاقيات عدة بين رجب أردوغان رئيس النظام التركي وأبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في مجالي الدفاع والتنمية المائية تساؤلات سياسية مصرية بعدما تبين حجم العلاقات المشبوهة بين النظام التركي والحكومة الإثيوبية، حيث قامت الحكومة الإثيوبية بالتوقيع مع شركة تركية في مجالي الدفاع والفضاء لعقد صفقات أسلحة أنفقت من خلالها أديس أبابا 51 مليونا و700 ألف دولار على الطلب، وبلغ مقدار إجمالي الصادرات التي حققها قطاع صناعة الدفاع والفضاء التركي خلال شهر أغسطس الماضي 284 مليونا و722 ألف دولار أمريكي. مناقشات بين رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس النظام التركي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية، وكذلك اتفاقيات التعاون التي جرت بين الحكومتين في مجالات شملت التنمية المائية والدفاع، الأمر الذي أكد على نوايا رجب أردوغان في السيطرة على جنوب وشمال إفريقيا، وفي الوقت الذي يتطلع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى تركيا للمساعدة في تحديين رئيسيين يواجهان أديس أبابا، هما النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا ونزاع تيغراي. لم تكشف إثيوبيا تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها في الوقت الذي تشهد علاقاتها مع مصر والسودان توترا كبيرا بسبب مشروع سد النهضة. نناقش موضوع هذه الحلقة مع ضيفي الدكتور أشرف رشاد رئيس المركز العربي الإفريقي للدراسات البحثية. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك في قناتنا المحببة قناة اليوم وبرنامج ملفات الشرق. بداية، ما هو رأيك في الاتفاقية المبرمة بين تركيا وإثيوبيا بشأن الموارد المائية والدفاع وطبعا التعاونات الأخرى على المجال العسكري؟ رجب أردوغان يريد أن يعيش على المنطقة بأي هدف بأي سبب، فهو يدعم كل المشاكل، يدعم المشاكل في ليبيا ويدعم المشاكل في إثيوبيا ويدعم المشاكل في سوريا، بل ويدعم المشاكل في قبرص واليونان. فهو يريد أن يدور ويلف حوالين مصر. بيدور ويلف حوالين مصر، وهذا سبب غير معلوم، فأنا أعتقد أن به جينات استعمارية وراثية لإقامة دولة عثمانية قديمة. لكن ما يثيره اليوم اللي هو دعم الجانب الإثيوبي في الملفات المائية والاقتصادية وتصدير الأشياء وزيادة الصادرات التركية الأثيوبية ولدعم الاقتصاد الأثيوبي ده أولا، فمما يجعل أن الجانب الأثيوبي يكسب الجانب التركي حتى ولو في مجال الزراعة الفضاء الأسلحة ودعمها، في مقابل أن هو يوهمه أنه في حالة أي وجود عسكري فهو في ظهره. نعم، ولكن هذا وهم. يعني نفهم من ذلك أن تركيا تحاول الضغط على مصر من خلال التواجد أو تواجدها داخل إثيوبيا، يعني النظام التركي يستثمر أو ثاني أكبر مستثمر بعد الصين في إثيوبيا. نعم، هو 51 مليون دولار. نعم، 51 مليون دولار و7 من عشرة، وحجم الصادرات الإثيوبية لم تشهدها في من قبل، مما يجعل أبي أحمد رئيس إثيوبيا يرضغ لأردوغان. نعم، بل ويساعده في بناء سد النهضة
الذي سيثير المشاكل له في كل مكان. يعني موقف تركيا أو النظام التركي لما يتحدث مباشرة ربما عن سد النهضة، فكيف يقدم المساعدة؟ هل هي اقتصادية فقط؟ كيف يقدم المساعدة لإثيوبيا؟ يساعد في حالتين، إنه يساعد في بناء سد النهضة ويساعد في التنمية، تنمية أثيوبيا نفسها. فهو يزود الصادرات التركية لأثيوبيا ويساعد في بناء ترسانة الأسلحة التي لم تكن موجودة في أثيوبيا من قبل مقابل التواجد التركي في أثيوبيا. هو يريد ربما الحصول على مكاسب من خلال سواء الضغط على مصر بهذا التعاون، أكيد. ويريد يعني من خلال هذا الضغط يريد الحصول على تفاوض في ملفات معينة، فما هي؟ ربما هو يريد أن يتواجد في مصر بأي شكل من الأشكال، ولكن هذا مستحيل. مصر من قديم الأزل هي دولة مستقلة ولن تسمح لأردوغان بالتواجد بأي شكل من الأشكال. وبالمقابل من المتوقع أن يتم مقاطعة الاستيراد من تركيا في أي شكل من الأشكال، لأن تركيا تصدر المشاكل في كل جانب لمصر، سواء على الجانب المالي أو الجانب المائي أو جانب الأسلحة أو جانب الاتفاقيات، فهي تتفق مع من يعادي مصر سواء كانت أثيوبيا أو غيرها، فهي تثير المشاكل في كل حتة كل مكان. لو رأيت خريطة العالم أو خريطة مصر ستجدي أن طيب أردوغان أو غير طيب أردوغان هو متواجد في كل مكان حول مصر، يريد جزء من الكحكة اللي في الجيزاء اللي في قبرص، نعم. يريد التدخل في اليونان، يريد التدخل في البحر المتوسط، ومن قبل بس الأقدام للدخول للاتحاد الأوروبي لدعم الاتحاد الأوروبي له ضد في كل هذا، وأيضا تواجد داخل ليبيا وإرسال المرتزقة. طيب يعني هذا يأخذنا إلى نقطة هامة في مفاوضات ما يؤير بين الوفدين المصري والتركي. اشترط الوفد المصري خروج القوات التركية والمرتزقة من ليبيا، واشترط أيضا الالتزام بالقانون الدولي في مسألة أو ملف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط. ماذا سيفعل؟ طب ومن فاز؟ نعم. ماذا حققت؟ هل حققت الشروط المصرية أم الجانب التركي؟ فالجانب التركي تواجد في ليبيا بالمرتزقة، نعم. وفعل الأفاعيل. هل يقدم التنازلات لحتى يحصل التقارب بينه وبين الجانب المصري؟ لا، ما يقدم تنازلات، ده بعمل استعراض قوة الحدودية. ولكن الرئيس السيسي استعرض القوة، بل أبرز له العين الحمراء واتحد مع القبائل الليبية على الحدود، نعم. فمما دعا الجانب التركي إلى الانسحاب فورا، فهو مجرد تواجد وهمي. تواجد وهمي، لكن ألن يفضي إلى شيء؟ لن يفضي إلى شيء، لأن تركيا لن تقدر أن تقابل مصر، وهذه ابحثي في ملف التاريخ، فعندما كانت الدولة العثمانية في عز قواتها بعاصمة الأستانة أوقعتها مصر بعسكري صغير كان اسمه محمد علي بدعم من الشعب المصري. فما هو أردوغان؟ يعني تقصد أنها ستظل حلقة مفرغة حركات، هو يلف ويدور يبحث ويريد أن يكسب أي مكاسب لوجود الجانب التركي، بل أنا في رأيي بيشتت الثروات التركية على الشعب التركي، بدليل أن من قبل قامت مظاهرات ضد أردوغان في تركيا نفسها. نعم. طيب يعني من المستفيد من الاتفاقات التي تقوم بها تركيا بدون الرجوع إلى القرار الدولي؟ هل فقط إثيوبيا لأنها كانت بالأصل دولة فقيرة وحصلت على امتيازات مالية؟ أكيد. ماذا كانت إثيوبيا قبل سد النهضة؟ ماذا كانت؟ أنا أعتقد كان في بعض الناس يعني في لجوء سياسي كان يعمل بعض الأثيوبيين إلى مصر، بل ويلجأوا للعيش إلى مصر، ومنهم لاعبين كرة قدم بدون ذكر أسامي أندية أو أماكن، كانوا يعملوا لجوء سياسي إلى مصر لوجود الغذاء والماء. فالآن أثيوبيا ارتفعت دخل الفرد فيها، ارتفعت الصادرات، ارتفعت الواردات، ارتفع كل شيء. فهل هذه مكاسب لأبي أحمد؟ لا، يجب أن يقدم التنازل. نعم، يتنازل مقابل أن الشعب تنمى، أصبح في تنمية، هو ما عندوش تنمية، هو كل اللي ولا قناة يقدر ان هو يبني سد النهضة. سد النهضة بتمويلات كلنا نعلمها، تركية صهيونية صينية،
نعم. طيب يعني مستمرون في النقاش، لكن يشاركنا على أو عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري. مرحبا بك سيادة السفير. سيادة السفير، بداية، هل تشكل الاتفاقية التركية الإثيوبية ضغطا كبيرا على مصر في الفترة القادمة أم لا؟ يعني أراه نوع من التخبط التركي للأسف. تركيا من ناحية تحاول أن تغير من مواقفها الاستفزازية وتقترب من مصر، وتوفد نائب وزير الخارجية إلى مصر، وأردوغان الرئيس التركي يصرح تصريحات شبه ودية، ثم ننتظر خلال الأيام القادمة نائب وزير خارجية مصر يذهب إلى أنقرة. في نفس الوقت السلوك التركي على الأرض في ليبيا، على الأرض في العراق وفي شمال سوريا يعكس أطماع إمبراطورية لا تتناسب مع روح السابقة المنتصرة. وبالتالي طبعا ترى، لعلك ترى معي تشابها في الموقف التركي تجاه بلاد ما بين النهرين وسيطرتها على مياه الفرات، وما تقوم به إثيوبيا. فلعل هنا توافق في الرؤى والمصالح، لكن سيبقى أن القانون الدولي هو الذي سيعلو، ولن نلتفت لمثل هذه الاتفاقيات غير الشرعية وغير القانونية. طيب كيف تقرأ أطماع رجب أردوغان رئيس النظام التركي في منطقة إفريقيا، وبالتحديد كان سابقا لديه يد في الصومال واليوم يعقد اتفاقات مع إثيوبيا؟ لا، مجلس الأمن في هذه المواقف يعني ما لم تكن هناك شكوى محددة يتخذ موقف، خصوصا هناك طبعا تضارب في المصالح. فما زلنا في مجلس الأمن نشكو أن الفيتو يعطل اتخاذ قرارات مهمة، لكن نجحنا كعرب في الجمعية العامة عندما شكونا من مسألة اتخاذ القدس عاصمة لإسرائيل أن 149 دولة صوتت معنا. فالنظام الدولي عموما يعني من خص الحظ يقف مع الحق العربي، لكن مناورات القوى العظمى ربما تعطل هذا النظام، لكن بالتأكيد أننا على ثقة من أن الحق العربي سوف يكسب في النهاية، لأن لا يضيع حق وراءه مقال. أخيرا، كيف تقرأ المخطط الأردوغاني في منطقة الشرق الأوسط؟ هل مصر قادرة على وقف هذا المخطط؟ يعني مع كل التواضع أقول إن أنا يعني عشت فترات لا بأس بها من حياتي في إفريقيا، وتجاولت في القارة في مهام كثيرة، وللأمانة قلت بكل وضوح لا يوجد تواجد مقلق لتركيا في القارة الإفريقية، ونادرا ما تجد لها سفارة هنا أو هناك. هي عملية سياسية القصد منها يعني التأثير النفسي والإعلامي على المجتمع الدولي وعلى الدول العربية، ولا أظن أننا عندما نجلس في غرف العمليات وإدارة الأزمات نعطي هذه المعلومات أهمية كبيرة. أنا أنتمي لبلد ذو تاريخ يمتد 7000 سنة، وبالتأكيد أن مصر وكثير من البلدان العربية العريقة في العراق تستطيع أن تنتظر 100 سنة إلى أن يسهل أي نظام يعاكسه أو يعرضه. وواقع التاريخ الحديث الذي عشناه أنه ما من أحد اختلف معنا إلا وندم لاحقا، لأننا دول محترمة ذات تاريخ تطبق المعايير الإنسانية والدولية في كل علاقاتها. لهذا أنا أخذ نفس طويل للقدر الكافي لأن يختفي أي نظام يتعامل معنا دون الحق ودون العلاقات المفترضة بين الأصدقاء وبين العلاقات الدولية. طيب شكرا لك على هذه المداخلة، السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري، كنت معنا. دكتور أشرف، يعني تحدث معنا كما سمعت السفير جمال بيومي عن أطماع أردوغان في المنطقة، ولكن هو في على المقابل يحاول أو يعرض جهوده لتهدئة الأوضاع بين إثيوبيا والسودان المتوترة في الأساس، ما رأيك في ذلك؟ من يهدئ؟ هو أردوغان. أردوغان يهدئ؟ نعم. بين من ومين؟ بين إثيوبيا والسودان. كيف هو يسول المشاكل؟ كيف هو سبب المشكلة؟
نعم. كيف يصلح ما بينهم؟ يعني هذا الموقف المتناقض، يعني قبل المداخلة كنا نتحدث في هذا الأمر. نعم. رجب أردوغان. يعني نفس الدائرة المفرغة التي تحدثت عنها قبل المداخلة. السفير قال كلمة جميلة. قال إنه لا تواجد لتركيا في أفريقيا تماما على سبيل الدول التي ذهب إليها والدول التي طبعا يعني هل هذا يأخذنا إلى فكرة الاتفاق أو في مجال الدفاع وإرسال طائرات، يعني مثل ما قال التقارير إرسال نظام أردوغان طائرات من دون طيار أو العشر طائرات تحديدا دون طيار؟ يعني تركيا تنكر ذلك. تركيا تنكر ما تنكر، ولكن هذا واقع. يعني هذا يتناقض محاولة التهدئة وعملية إرسال الطائرات تتناقض تماما مع يعني ترسل طائرات. نعم. وتحاول أن تصلح. فكيف إذا كان أنت من تسري المشاكل، وأنت من تسري مشاكل المياه بين مصر وأثيوبيا وبين أثيوبيا والسودان، وتحاول في الآخر أن تلعب دور المصلح، فكيف كيف وأنت ترسل الطائرات وأنت تعقد الاتفاقيات وأنت تعمل وأنت تقوم بعمل تنمية شاملة في أثيوبيا في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة وفي مجال التسليح، كل هذا في مقابل ماذا؟ نعم. في مقابل التواجد التركي في أثيوبيا. لماذا؟ هل أنت تلوح بالتهديد إلى مصر؟ لم تقدر على مصر. طيب، يعني هناك توترات داخل الجيش الأثيوبي، فماذا لو أصبح أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي خارج السلطة؟ على من سيعول أردوغان؟ سيعول على الجانب الأقوى في القبائل. لأن أثيوبيا تنقسم إلى قبائل وتنقسم إلى قوات متنازعة. سيعلم من هو الأقوى ومن هو الذي يسيطر مكان أبي أحمد ويمد له اليد، فهو لا قيمة لمن للضعيف عند أردوغان. فأردوغان دائما يسير إلى المصلحة العامة، إلى تركيا، بل إلى الشؤ التركي الذي يقوم به بالعمل به في كل مكان. فهو يقوم بعمل شؤ تركي مرة في السودان ومرة في أثيوبيا، ولكن لن يعني عمال بيلف في أماكن عدة حول مصر، ما زلت أقول حول مصر. ولكن إذا ذهب أبي أحمد ربما تعود القوات المتناحرة إلى أثيوبيا مرة ثانية. نعم. وتعود أثيوبيا إلى فخرها. طيب، يعني هذا أيضا يأخذنا إلى نقطة هامة. ربما نظام رجب أردوغان دائما يسترجع ذكريات الإمبراطورية العثمانية ويقول إن العلاقات التركية الإثيوبية كانت قبل 125 عاما بشكل حرفي. فماذا يعني، هل أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي لا يخاف من أنه يعود كمستعمرة عثمانية مرة ثانية؟ سيدة الفاضلة، دولة لا تجد الغذاء فعندها استعداد أن تقدم أي تنازلات في مقابل الغذاء. يعني التنازل مقابل الغذاء، يعني على غرار النفط مقابل الغذاء. من قبل وجود الوجود التركي ووجود سد النهضة ووجود الحركة التنموية التركية في أثيوبيا، لن تقوم قائمة إلى أثيوبيا. بل كان مفيش غذاء، كان عندهم مجاعة، كان في مجاعة هي والصومال، وأنت تعلمين هذا. إذا جاءت التنمية التركية رفع دخل الفرد إلى ووجد ما يأكله وما يعمله، بل وعمل زراعة وعلى التنمية بدون البن فقط، فكانت أثيوبيا لا تقوم إلا على حاجات عدة. فظهر عندها ثروات. ورقة الماء أصبحت تضرب ورقة الماء هي الورقة الرئيسية التي يلعب بها أبي أحمد. فمن يتلقفه؟ أردوغان. نعم. ولكن هيهات. طيب، يعني هذا يجعلنا نتساءل، خصوصا بعد سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، أصبحت العلاقات ربما تبدو متوترة بين السودان وبين النظام التركي. ماذا عن مصير تلك العلاقات وتركيا تدعم الجانب الإثيوبي؟ تركيا تدعم الجانب الإثيوبي لأن أثيوبيا عندها الماء، ولكن من يتضرر من هذا؟ السودان. فالجنوب السودان هو يعمل هذا السد على النيل الأزرق. النيل الأزرق هو أكبر فروع النيل عامة. نعم. فعندما يفعل هذا يعني يعمل السد على النيل الأزرق، ألا يتضرر الشعب السوداني؟ بلى. طيب. سيتضرر الشعب السوداني وتقل حصة يعني الماء، خصوصا الفيضانات التي تفرض نفسها الآن من المياه.
هتقل حصة السودان وبالتالي تقل حصة مصر وتقل دول المصب كلها. نعم. فهو يعلم ان هذا سيكون بتوتر، ولكن في الاخر يلبس عباءة المصلح. يعني اذا اردنا ان نختم كل يعني ما حدث بإجابة قصيرة، كل ما يمارسه النظام رجب أردوغان. والله أنا رجب أردوغان عنده جينات استعمارية عثمانية قديمة يريد أن يستثمرها في المنطقة. نعم، هذا هو السر. أو هذا هو السر ويلوح به. نعم. ولكنه لا يعلم أنه لن يستطيع. نعم، وهذا هو المحرك الرئيس وراء التوترات التي يصنع. نعم، هو في رأسه هو الخليفة وهو الدولة العثمانية القادمة. نعم. ولكن هذا ضرب من ضروب الخيال. نعم، وضحت الفكرة لأن الوقت يداهمنا. شكرا لك الدكتور أشرف رشاد. شكرا. رئيس المركز العربي الإفريقي للدراسات السياسية والبحثية، شكرا على تلبيتك دعوتنا. شكرا سيدي. وختاما مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات الشرق.